السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم كارديغان جلابه اللي هو رائع جدا ومتعدد الاستعمالات. من بعد ما قدمت لكم شارلي بونطالون شارلي او سروال واسع جدا، الرابط غادي توجدوه اسفل الفيديو. فانا غادي نقدم لكم هذه الجلابه القصيره بالازرار اللي غادي نخدموها معاه، وهكا ستجي في الخلف. ونبداو على بركة الله. طريقة سهلة وسهلة جدا وسريعة وناجحة جدا. بالنسبة لهذا الموديل هذا فهو كارديغان جلابة، واللي غادي نقادو بالطريقة المعتمدة عندي، وهي هذه الطريقة هذه اللي غادي تشوفوها. بالنسبة للطاي فأنا غادي نعطيكم كمثال طاي 42، لكن القاعدة فهي صالحة لجميع الأعمار مع تغيير 10 بالنسبة للكبار، ب5 بالنسبة للصغار فقط لا غير. بالنسبة للعديد من الأخوات سولوني والإخوان علاش غادي نديرو 10 وما تنديروش مثلا زائد واحد كيف سيديرو باقي القنوات أو العديد من القنوات، كل واحد الطريقة ديالو. فالإجابة هي الطريقة سترجع لطريقة أخذ المقاسات. إذا كنا منذ البداية خدينا هاد 10 سنتيم يعني زدناها في المقاس، فلا داعي اننا نزيدوها هنا. اما الا خدينا مقاسات مضبوطه كيف سندير انا في طريقه اخذ المقاسات، ويمكن تشوفوها في فيديو اللي حطيته بالفرنسيه وفيديو حطيته بالعربيه، فانا ما تنزيدش منذ البدايه حتى الاخر عاد تنزيد، لان كل موديل شنو تنزيدوا ليه. فتبقى طريقه لاخذ المقاسات فقط. هذا بالنسبه للسؤال المطروح. الان غادي نرجعوا للموديل ديالنا، وهو اللي غادي نحتاجوا فيه المقاسات التاليه. غادي نحتاجوا عرض الكتف، وهو من الكتف للكتف، وممكن تطلعوا على الفيديو كيف قلت لكم لاخذ المقاسات. ثم غادي تحتاجوا لدوره الصدر، دوره الحزام ما غاديش نحتاجوها في هذا الموديل هذا. غادي نحتاجوا لدوره الحوض، غادي نحتاجوا لدوره العنق، ثم غادي نحتاجوا لارتفاع الصدر وهو من الكتف لحلمه الصدر، ثم ارتفاع الامام اللي هو من الكتف للحزام. والان غادي نطبقوا هذه المقاسات هذه بطريقتي المعتمده. اول شيء غادي ناخذه هو عرض الكتف مقسوم على 2 زائد 1 للخياطه، بمعنى زدنا هنا واحد فما غاديش نزيدوه على الثوب، ما زدناهش غادي نزيدوه على الثوب. ديك الواحد هو للخياطه او 1.5 بالنسبه للمبتدئين باش يبقى عندكم فين غادي تزيدوا وتنقصوا. ثم غادي نحتاجوا لدوره الصدر زائد 10 مقسومه على 4 زائد 1 للخياطه. بالنسبه لعرض الكتف كمثال طاي 42 فغادي نحصلوا على 19.5، و 19.5 حصلنا عليها كيفاش؟ اننا عرض الكتف لقينا 37 مقسومه على 2 زائد 1 19.5. بالنسبه لدوره الصدر زائد 10 مقسومه على 4 زائد 1 للخياطه فلقينا هنا 26 سنتيم في هذا المقاس هذا ديال 42. كيفاش لقيناها؟ لقينا 100 زائد 10 مقسومه على 4 زائد 1 للخياطه هي اللي عطاتنا هذه القيمه هذه. بالنسبه للحزام كيف اسبق قلت لكم فما غاديش نحتاجوه. غادي نمشيو لدوره الحوض، دوره الحوض وهي اعرض منطقه في الاسفل. كيفاش غادي نلقاو؟ اولا هذا الخط ديال الحوض انطلاقا من هذا الخط ديال الحزام اللي تلقاوه من الكتف للحزام. عندنا هنا ارتفاع الامام 40 سنتيم وهو من الكتف مرورا بحلمه الصدر للحزام، ثم من الحزام لاعرض منطقه في الاسفل سنحصلوا على هذا الخط اللي هو خط الحوضه، ونهبطوا ب 24 سنتيم في هذا الجزء هذا كل واحد، والقيمه ديالو اللي ممكن نلقاو في المقاس ديالو. ثم غادي نمشيو للارتفاع الكلي اللي هو خديته هنا 110 سنتيم لحد الركبه فقط. ممكن انكم نتوما تمشيو حتى الاسفل، هذا الموديل هذا بغيت نلبسو مع سروال شارلي، وبالتالي فحد الركبه تيجي رائع. بالنسبه للوسع هنا فخديت لقيت 40 سنتيم،
وبالنسبه لهذا الجزء ديال الحوض فدوره الحوض زائد 10 مقسومه على 4 زائد 1 للخياطه اعطتني هنا 33 سنتيم. ودوره الحوض من طبيعه الحال هي اعرض منطقه في الاسفل. ثم هنا غادي ننزلوا بارتفاع الصدر. ارتفاع الصدر من الكتف لحلامات الصدر. علاش ما نزلناش هذه المره من هنا ونزلنا من هنا كل مره؟ منين تنزل وشرحت لكم هذا الشيء. نزلت اليوم من هنا لهنا لانني بغيت التركيز او لي مونشور ضيق. الا بغيتو واسع فانا غادي ننزل من هنا للاسفل وغادي نحافظ على هذا ارتفاع الصدر. ثم غادي ندير هذا الخط هذا وغادي نمشي على نفس المقاسات اللي عطيتكم. ستبقى لنا دورة العنق. دورة العنق عندنا هي 36 سنتيم مقسومة على 6 عطتنا 6 سنتيم كل واحد ودورة العنق ديالو. ثم نزلنا باثنان سنتيم دخلنا هنا باثنان سنتيم قادينا العنق ديالنا. ايضا نزلنا بهذه القيمة هذه هي اللي تنزلوا منها انطلاقا من هنا لهنا تنديروا 6 سنتيم وندخلوا باثنان سنتيم ونقادوا العنق ديالنا. من هنا لهنا غادي نهبطوا نديروا الاسقاط على هذا الجزء هذا. من هنا لهنا 10 سنتيم ونقادوا دوره التركيز ديالنا. ثم غادي نمشيو لهذه النقطه هذه وهذه النقطه هذه نشاركوهم وندخلوا في الحزام 2 سنتيم ونعاودوا نقادوهم كيف غادي تشوفوا بهذه الطريقه هذه. هذا الجزء هذا مع هذا الجزء هذا ندخلو ب 2 سنتيم ونعاودو نقادو بكامل البساطة. هنا خدينا 40 سنتيم وعندكم الحق تاخدو حتى ل 46 سنتيم حسب الوسع اللي نتوما باغيين. اختاريت فقط 40 سنتيم صافي. ونفس الطريقة اللي غادي نخدموها هنا هي اللي غادي نخدموها على الثوب. فقط هنا بالنسبة للخول الخلف من طبيعة الحال الثوب متني على 2، بالنسبة للأمام فحنا غادي نخليو واحد القيمة للأزرار ديال 4 سنتيم. بسم الله نكمل. نبداو كيف وريتكم من الأعلى بنفس الطريقة بالضبط. فقط الفرق أن هذا الجزء هذا بدون خياطة وهذا الجزء هذا مع الخياطة ومع إضافة قيمة للأزرار من طبيعة الحال. نوضعوا خط بهذا الشكل هذا. هذا غادي يمثل لنا خط الكتف. خط الكتف ننزلوا ب 40 سنتيم ونديروا خط الحزام. نبداو دائما بالخطوط. هذا غادي يشكل لنا الخلف وهذا غادي يشكل لنا الامام. ثم كاشاره بالنسبه لقياس الثوب فانا غادي نحتاج المتر ونصف من الثوب فقط. من هنا لهنا غادي ننزل ب 24 سنتيم وندير الحوض او البصه او الهونش كيف معتمدين الكلمه. بزاف الناس تيهضروا على الهونش وحنا تنقولوها. ثم نزلوا بالارتفاع الكلي 110 سنتيم داخلة فيها قيمة للخياطة يعني ككل. ونبداو بالخطوات من هنا لهنا. عندنا كيف قلت لكم عرض الكتف مقسوم على 2 من 19.2 بهذا الشكل هذا. نقادو العنق ديالنا 6 سنتيم كيف شرحت لكم. نحطو ب 2 سنتيم وندخلو ب 2 سنتيم ونقادو عنق الخلف. نهبطو ب 6 سنتيم ونقادو عنق الامام بهذا الشكل. نهبطو من هنا لهنا ب 3 سنتيم ونقادوها مع الجزء هذا. ننزلو من هنا من الاعلى حتى الاسفل ب 27 سنتيم ونقادو حردة الإبط. نديرو الإسقاط يعني هنا قائمة. ثم نديرو داك الشيء اللي لقيناه هنا. لقينا 26 سنتيم هاهي في الحزام ما درنا والو. هنا في الحوض أو الهونش لقينا 33 سنتيم
ها هي نجمعوا هذه الاجزاء، ندخلوا هنا 2 سنتيم او 1.5، قادو بغينا نخليوه واسع نخليوه واسع بلا ما ندخلو، عندنا كامل الاختيار. من هنا لهنا نهبطو ب 10 سنتيم ونقادو الحرده ديالنا بكامل البساطه بهذا الشكل صافي، ونديرو في الاسفل كيف قلت لكم 40 سنتيم، نقادو الايفازي ديالنا نطلعو هنا ب 4 سنتيم، ونشوفو المنتصف ديال هنا نقادو هذا الجزء هذا بشكل دائري باش ما يجيناش مجنوح صافي. والان نوريكم كيفاش نديرو الازرار. الازرار غادي نخليو هنا ستة سنتيم كافية، لأن هاد الكرة ما تنديرولوش السورجي صافي. ونزيدو هاد الجزء هذا حتى للأسفل، لاحظتو هذا كيفاش كملتو مع هذا، لأن هذا تيمثل ليا هذا اللي تيمثل ليا الأمام. بالنسبه للاكمام، فطريقه الاكمام المعتمده في هذه الانواع هذه فهي كالتالي، ناخذ التركيز لي مونشور نقادوه مزيان، نزيدو واحد سنتيم الخياطه بطبيعه الحال، نديرو نقطه من طبيعه الحال. هنا الثوب متني على 4 لاننا خدينا نصف التركيز فقط، ثم نزلو من هنا لهنا ب 8 سنتيم لان الثوب رقيق، نقادو هذا الجزء مع هذا الجزء هذا نقسمو على 4، نطلعو هنا ب 1 سنتيم، نزلو هنا ب 1 سنتيم، هذه هنا 2 سنتيم مقاده، ونجمعو بهذا الشكل. ثم بهذا الشكل ونحصلوا على هضبة الأكمام، ونديروا الطول الكلي للكم ديالنا، ثم العرض اللي بغينا. هنا 12 سنتيم كافية داخلة فيها قيمة الخياطة. بالنسبه للقبفه ممكن تشوفوا الفيديو مستقل فيه جميع انواع القب، وفيه يعني قب للكبار والصغار، وفيه حتى الطريقه، وفيه مجموعه من النصائح. هنا تناخذوا 40 سنتيم ثوب متني بدون خياطه، نصف عنق الامام زائد نصف عنق الخلف، ثلاثة وعشرين عندي هنايا. ثم هنا عندنا 30 سنتيم في القب في هذا الجزء هذا، هنا نزلو بنصف عنق الخلف حوالي 7 سنتيم، ونديرو نفس طريقة الأكمام مقسوم على 4، نطلعو بواحد نزلو بواحد شي بواحد القادة، صافي ونشارك.
بالنسبة لطريقة الخياطة نجيو للحزام، ها هو عندنا باقي مطراسي في الخلف من طبيعة الحال. ناخذ قطعة مطاط فيها 6 سنتيم أو 8 سنتيم، نجيو للوسط بهذه الطريقة هذه ونخيطوه بهذا الشكل هذا باش يعطينا هذا الشكل الجميل في الورق. يصبح عندنا هذا الشكل هذا، لمسة بسيطة لكن تتغير الشيء الكثير في الخلف. ثم الآن غادي نخيطو الكتف مع الكتف، كتف الخلف مع كتف الأمام. من بعد ما خيطنا الكتف ديالنا الآن نخيطو الأكمام. من بعد ما نخيطو الأكمام نخيطو الجوانب من هنا حتى الأسفل، ثم نخيطو الأكمام من الأسفل ديالها، ثم نجيو لهذا الجزء الوسط ديال 7 سنتيم اللي خليناها بهذا الشكل هذا. هذا هو الوجه. فاحنا غادي نجيو للخلف نتنيو 1 سنتيم ونتنيو بهذا الشكل هذا ونخيطو باش نحصلو على هذا الشكل هذا. هادو هما اللي غيكون فيهم الازرار. نخيطو القبة هذا الجزء الصغير لحد 5 سنتيم، نخليوها بلا خياطة ثم نقلبو ونخيطوها. نفينيو هذا الجزء هذا 0.5 على 0.5، هنا تيصبح عندنا الوسط هو هذا صافي. ونركبو القبة ديالنا كيف وريتكم. يصبح عندي الخلف بهذا الشكل هذا، خلف الجلابه ديالنا. نشدو هذا الجزء هذا وندفنوه بهذا الشكل هذا ونعاودو الخياطه. هذا هو الشكل النهائي. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال شاركوا في القناه ديالي، علقوا ولو بكلمه، نشروا الفيديو، تواصلوا معي عبر جروب الفيسبوك والرابط على صوره القناه. الى ورشات قادمه ان شاء الله، لا تنسوني من صالح الدعاء، ولكم بالمثل وافضل. السلام عليكم.